النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية جي اف اتش المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. قام سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة بمنح 30 مصنعا واسم المصنع الأخضر، والذي يأتي ضمن مساعي حكومة مملكة البحرين للوصول لصناعة متطورة ومستدامة، وتحقيقا لرؤية استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026، حيث يعتبر برنامج تعزيز التصنيع المستدام واسم المصنع الأخضر أحد المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون علاوة على الحوكمة البيئية والاجتماعية. وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أن منح واسم المصنع الأخضر يمثل مرحلة هامة في مسيرة مملكة البحرين نحو تحقيق الاستدامة الصناعية، منوها بما تقدمه المصانع الرائدة المنضمة لهذه المبادرة النوعية من نموذج يحتذى به في الالتزام بالمعايير البيئية العالمية. أعلنت شركة بيون سايبر مؤخرا إحدى شركات بيون عن بدء عملياتها بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية، مما يعزز مكانتها ووجودها في سوق الأمن السبراني بمنطقة الشرق الأوسط. وتم الإعلان عن هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار مشاركتها البارزة في مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا الذي أقيم في الرياض. وعلى هامش المؤتمر كشفت شركة بيون سايبر عن منتجات جديدة تعالج أهم التحديات الملحة في مجال الأمن السبراني، وتوفر الحماية المعززة وإمكانية اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي، إلى جانب تقديم آليات دفاع استباقية بما يميزها بكونها الأولى من نوعها في القطاع، وهامة لمواكبة التغيرات التي يشهدها قطاع الأمن السبراني اليوم. أقفل مؤشر البحرين العام يوم الأحد عند مستوى 2035 نقطة بانخفاض طفيف عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 784 نقطة بارتفاع وقدره 39 جزءا من النقطة عن معدل إقفاله السابق. والآن نترككم مع دائل الأسواق المالية الخليجية. أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.18% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، بما يتوافق مع التقديرات السريعة للنمو التي أعلنتها الهيئة سابقا. وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نموا بلغ 19%، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 4.13% على أساس سنوي. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.